بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. اليوم بتكلم عن الجو برو 3 بلاك. اشتريته جديد اونلاين. بتكلم عن مواصفاته والفرق بينه وبين جو برو 2. المهم بتكلم عن الفيتشرز اللي هي مواصفاتها. طبعا معروف ان الجو برو البلاك اديشن بالتحديد مرتين اقوى من الموديل اللي قبلها اللي هي جو برو 2، وتستحمل لين عمق 60 متر اللي هو 179 فيت. وهذا زي ما انتم شايفين في الواي فاي كنترول الكنترولر هنا، وهذه الجو برو، هذه من ورا بلاك. ميزة انه هي 25% اخف و30% اصغر من جوبرو 2 اللي هو الموديل اللي قبلها، وطبعا الريزولوشن حقها مرتين اوضح من جوبرو 2، والريت فريم اللي هو حق تصوير فيديو كمان مرتين افضل، وكمان تصوير ليلي مرتين افضل من الجوبرو 2. عشر ميجا بكسل للبلاك، الواي السيلفر 11 ميجا بكسل، والوايت 5 ميجا بكسل. طبعا في خاصية في البلاك اللي هي كل ثانية تقدر تلقط 3 صور او 5 صور او 10 صور في كل ثانية، وفي خاصية ثانية اللي هي تصور فيديو وصور بنفس الوقت، فيديو تصوير فيديو وصور بنفس الوقت كل مثلا 5 او 10 او 30 او 60 ثانية تلقط صورة وانت مستمر بالفيديو. وكمان الصوت اوضح بكثير من اللي قبله، ودحين بحط مثال توضيح على الصوت يفرق بين جوبرو 3 وجوبرو 2. في التصوير الليلي والفرق بين جوبرو 3 وجوبرو 2. الواي فاي ريموت طبعا مسافته يوصل ل 600 فيت، فايت الواي فاي ريموت تقدر تشغل التصوير الفيديو عن طريق الريموت الكنترولر اللي هو هنا. الكنترولر ووتر بروف، يعني يدخل الموية عادي، بس ما اعرف اذا ما ذكروا كم العمق، وهذا الله اعلم، بس ما اعتقد انه العمق، اعتقد انه ووتر بروف وبس. طبعا هذا التشارجر، وفي طريقة انا جالس فيها دقيقتين ادور عشان افك عشان اشحن هذا الشاحن حقه، بس ما انا عارف كيف ادخله لانه وضح الصورة عبد الله. زي ما انتم شايفين في هذه الحديدة اللي هنا صعب انها تدخل، ف تيجي هنا ورا الزر هذا تدفوه تسحبه قطعة الحديد هذه اصلا حاطينها عشان تكون زي علاقة مفاتيح، وتدخل بدالها اللي هو التشارجر تدخله وشبك كده. طبعا طلع نور هنا انه شحن، اهو زي ما انتم شايفين قاعده تشحن. يعني هنا في حاجه تختلف عن الكاميرا اللي قبلها اللي هو من هنا طريقه تفتح فيها الكاميرا، تدف طبعا دف هذا الزر اللي هنا
ومع هذا اللي هنا ترفعه لفوق تفتح الكاميرا. طبعا هتحس انكم تكسروا كاميرا اول مرة. هذه الكاميرا جوبرو بلاك. حلو. طبعا هذا الاس دي كارد دخله 32 جيجا. طبعا ما انصح تجيبه اقل من 32 جيجا لان التصوير جدا واضح. طبعا اشتغلت الكام زي ما انتم شايفين. هذا ثاني الحين قاعد تصور فيديو. اللي هي 2.7 سينما 2.7 الكي العادية و 1440 و 1080. الثلاثة اللي فوق هذه من 1440 و 2.7 هذه كلها موجودة في البلاك وما هي موجودة في السيلفر والوايت ولا الجوبرو 2. طبعا ننزل تحت هتلاقوا 960 720 هذا ابدا لا تستخدموه. طبعا هنا في تصوير السينما يستخدم مساحة كثيرة نختارها. ننزل اللي تحتها وايد. طبعا تصوير نطلع اكزيت نروح للميجا بيكسل تقدروا تختاروا من 12-7 وايد. وايد يعني تصوير جدا واضح المناظر. ميدل ميديوم اعتقد يعني الرؤية تكون عادية يعني ما العدسة ما كلها تشتغل حتى الاطراف يعني. اعتقد في الوايد تنفع تصوير المناظر جبال بحر. طبعا اكيد هستخدم وايد 12. طبعا الجوبرو اب موجود ابلكيشن على الايفون تنزلوه. وطبعا لازم في قطعة تركب هنا ورا. اول ما تركب القطعة حقت الواي فاي ينشبك للجوال ويصير الجوال كأنه شاشة. وتحط الكاميرا مثلا في مكان والجوال يصير كأنه شاشة تراقب وتشوف ايش الكاميرا بتصور. طبعا برنامج مره حلو. والحلو فيه للشركه انه سمحت يستخدم على الجوبرو 2 كمان. بس اهم شيء انك تركب قطعه الواي فاي. طبعا هذا كل اللي عندي. ويعطيكم الف عافيه على وقتكم وان شاء الله استفدتوا من الشرح. طبعا هذه الشنطه جاهزه وان شاء الله كم يوم في السعوديه نكون. وتحياتي لكم يا سنوركلجيه.